بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم أبناء الطلبة، طلبة الصف الأول الابتدائي، منهج السعودي، منهج اللغة العربية لغتي، فصل الدراسي الثاني، الوحدة الرابعة، صحتي وسلامتي. هناخد النهاردة الدرس الثاني حرف العين. خدنا الدرس اللي فات حرف الضاد والضفدع وعرفنا قصة الضفدع، هناخد النهاردة حرف العين ونعرف قصة حرف العين. حرف العين ليه كذا طريقة بيتكتب بيها كده، والحروف الموصولة برضو يتشبك مع اللي قبله مع اللي بعده، وليه ديل برضو زي حرف الراء زي حرف الجيم والحاء والخاء كده. ده حرف العين بيتكتب زي الأربعة كده، بس اللي فوق دي حتة صغيرة واللي تحت طويلة شوية كده، وألون بقى كده. ده حرف العين، هنا فواز خارج وماشي في الطريق، وهنا بيستأذن أسرته بيسلم عليهم، وهنا بيعدي الطريق وشاف إشارات المرور واطمن إن الإشارة بتاعة المرور بتاعته هو خضراء. ماشي، في إشارة للمرور بتاع المشاة وفي إشارة للعربيات، العربيات إشارتها خضراء، مش إحنا كلنا بقى نمشي العربيات وإحنا لأ، دي خاصة بالسيارات. ماشي، لكن إحنا بيبقى لنا إشارة معينة نفضل واقفين لحد ما تبقى لونها أخضر. عاد فوق عادة عا عا عادة عادة، دي حركة طويلة، برافو عليك. فواز من المدرسة سعيدا، كمان حركة طويلة، برافو. مد، وقال اليوم بدأ أسبوع المرور. تعا، تعلمت قواعد السلامة. عي، عند العبور. أقف عند خط المشاة. أنتظر الضوء الأخضر ثم أعبر بسلام. بعض الكلمات اللي فيها حرف العين: عادة، سعيد، أسبوع، تعلمت قواعد. نشوف الحركات القصيرة والحركات الطويلة. ده صوت قصير، عو، عبور، عا، تعلمت، عي، قواعد. طيب الطويل: عا، عالي، عو، عو، بعوضة، عي، عيد. ده اللي هو الايه، الصوت القصير والصوت الطويل اللي هو المد. ازاي بكتب حرف العين؟ قلنا قبل كده ان ده الخط الاحمر اللي بيكون فوقه الحرف، وده الهامش اللي هو منقط وبيتكتب الحرف بين الايه، الخطين دول. العين بيكون موجود فين؟ فوق السطر، دايما فوق السطر. ده لو متوصل هو آخر الجملة، بينزل لحد الهامش زي الراء أو السين أو الصاد، ده لو هو لوحده. عا، عبر، عي، سعيد، واسع، أسبوع. أقرأ الجملة وأكتب الحرف المشدد مع حركته: أحب أمي وأبي. أحب، ده حرف مشدد، أحب بكتبه وأكتب الشدة فوق، أنطقه مرتين. أمي برضه حرف الميم مشدد، بنطقه مرتين، مي شدة وتحتها كسرة، دي شدة وفوقها ضمة. أتصدق،
داكو، شدة وفوقها فتحة. أتصدق بنقودي، أرتب تاء شدة وتحتها كسرة، يبقى لو فيها فتحة أو ضمة بكتبها فوق الشدة، لو فيها كسرة بكتبها تحت الشدة. طريقة كتابتها بكتبها مرتين، بنطقها مرتين. أحب أمي، أتصدق أرتب. طيب فواز بيعمل ايه؟ اعبر، انتظر، العب، العبور، اسبوع. في الف ولام هنا غير الالف ولام دي. ماشي. الحرف اللي بعدها دايما فيهم كلهم ماله؟ ساكن. انتظر، العب، العب، اسبوع، اعبر. دايما الحرف اللي بعده ساكن. ارسم دائرة حول الحرف عين ثم اكتبه. عو، عصفور. الطعام، عام. عي، عنب. معلم، عاه، معلم. أسبوع، أسبوع. أكون من الحروف 3 كلمات فيها مد، ألف، واو، وياء. سعيد أو سعاد أو سعود. أي واحد إيه؟ سعيد أحط هنا الياء، سعاد أحط هنا الألف. أكتب الجملة الآتية مضبوطة بالشكل، يعني هرجع أكتب الجملة دي تاني بس بالشكل. قلنا الخط الأحمر ده اللي هو الأساسي اللي بكتب فوق الحروف. عادة بكتب العين فوق الخط الأحمر والألف لحد الخط اللي هو اللي فوق، والدال فوق الخط الأحمر. عادة. فواز، فواز بيبقى كل الفاء فوق الخط، الواو حتة منه فوق والباقي لحد الهامش لو مش اللي تحت. فواز. الألف بيبقى فوق الخط الأحمر، والزاي بيبقى حتة منه فوق الأحمر لحد الهامش وأشكله. فواز، زون، فوازون. مينا، عادة، فوازون. منزل لحد الهامش واطلع فوق الأحمر تاني واكتب مينا، عاد فواز مينا. ألف طبعا ما بطلعش بره ليه الخط أبدا اللي فوق، الألف واللام هنا والسكون. الما، مد، المد، ر لحد الهامش. ساتي، لا النقطتين اللي انا عملتهم دول غلط، المفروض يتكتبوا تحت الايه الخط، ما عدوش الخط ابدا. المدرسة، سعيدا، سعيدا. التشكيل ممكن يطلع بره الخط عادي. سعيد، الألف ده بره الخط. لأ، سعيدا. ألاحظ الكلمات الآتية ثم أكتبها في دفتري. إملاء من معلم، ده إملاء منظور. قواعد، أرجع أكتبها تاني. العبور، المشاة، أرجع أكتبهم تاني.
وفي إملاء اختباري على حرف الايه، العين أو غيرها. عادة، يرجع، سعيد، ضفدع. نشوف قصة حرف العين، هنحط عنوان للقصة، نقرأها الأول. عاش عامر وعائلته في مزرعة واسعة بسعادة وهناء، يزرع الخضار والفواكه ليطعم أولاده، ويبيع بعضها بعضها. كبر عامر وضعف بصره ولم يستطع العناية بالمزرعة، لذا عمل الأولاد فيها واعتنوا بأبيهم. طب نحط عنوان ليها ايه؟ ممكن مثلا مزرعة عامر، ممكن يكون ده عنوان مناسب. واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم مع حرف الكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.